مسجون لكنني بخير. ساكانوغو ناتانا. بصمة الصوت مطابقة. والآن يا جيشي الشرير، راقبوا معالجتي لأحد إخوتكم من حالة الجفاف. تحرر! مرحبا بك يا أيها الوحش الوحشي. ماذا أصاب هذا الشيء؟ ربما آثار جانبية لإرساله لاسلكيا. توقف توقف عندما أمرك أن تتوقف. نحن قادمون. كاكلوك ناتشينا. ماذا يحدث هنا؟ أؤدي عقوبتي التي أستحقها. سيدي لا أفهم شيئاً. ما الذي لا تفهمه في قولي هناك تغيير في الخطط وإنني غير راض عن؟ كيف؟ كنت أرسلهم بأوامرك. أوشك أفراد الحراسة الزاحفة على كشفي بفضل تصرفات هذه التجربة الخرقاء. وما المطلوب مني؟ احتفظ بهم حتى أمرك بألا تحتفظ بهم وتخلص من هذا الأخير. سيفقدني عقلي. أخيرا سوف أخرج من هذا المكان الكئيب. يا للنحس. مع ألف سلامة، هذا الفضولي مزعج كهذا الأخرق. وماذا ستفعل به؟ معي هدية لكما. أنت ستعطينا تجربة؟ ترى ما هي نوعية شره؟ يبخ طلاء أسود؟ يحول الناس إلى حلوى العيد؟ تصرفاته خرقاء، حطم أغراضي، دمر مدفعي، وسيفقدني عقلي. وكل ما يفعله هو قول يوه 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 يوه. أنت من تريدين هؤلاء البغضاء، تفضلي. موافقة، لن أخسر شيئا. فيما يبدو اسمك سيكون يو. الصغيرة و606 آتيان لبطولة بوكلا؟ مؤكد، ويو سيأتي أيضا. 600؟ مستحيل، إنه أخرق للغاية. هذه فكرة مغرية. 7103، 7104، أفسحوا أفسحوا. 6 و7، الدومينو في الطريق. 9، 7110. ما هو الشر في تجربة خرقاء؟ لا شيء. أردت تصميم تجربة خارقة تصنع أي شيء، فصممت تجربة خرقاء تصنع لا شيء. يا للمصادفة. الهدوء التام من فضلكم أرجوكم. أحتاج لتركيز قوي، هدوء، صفاء ذهن و... لحظة، لأين وصلت؟ 1، 2، 3، 4. Thank you.